بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في اللقاء المباشر الذي يأتيكم كل يوم خميس. هذا العنوان الذي اخترته بالنسبة للعنوان للقاء، عنوان ربما يعني يستغرب بعضهم ماذا أعني بهذا العنوان: فترة انتقالية 10 سنوات. الكلام ده طبعا أخذ من كلام الفريق الثاني، النائب الثاني حميدتي، في لقاء له في تخريج دفعة من الصاعقة بالنسبة لقوات الدعم السريع. ذكر هذه المسألة، وأنا سأختار يعني بعض الفقرات من كلامي إن شاء الله تعالى أهمية الموضوع. لكن قبل أن أتكلم عن قضية ما تريده قحط، حكومة قحط أو الحكومة النظام الحالي في قضية تمديد الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات، دعونا أولا نترحم على الذين قضوا نحبهم وقتلوا في المواجهات التي الجنينة، ويمكن وصل عدد القتلى لحد أمس 129 قتيل، هذا بالإضافة إلى الجرحى. جدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الشهداء، وأن يداوي الجرحى، وأن يطفئ الله تعالى هذه الفتنة. وسبق أن تحدثت عن هذه المسألة في تدوينة، يعني يمكنكم أن ترجعوا إليها إن شاء الله تعالى في المعالجات بالنسبة وأسباب الفتنة المتكررة بالنسبة للمواجهات في دارفور وغير دارفور. فارجعوا إلى التدوين التي تحدثنا بعنوان التنوع القبلي نعمة لا نقمة. الأمر الثاني الذي أريد أيضا أشير ما يتعلق بالندوة التي أقامها الجمهوري بالايام الفاتت، يوم الحد، يوم من يوم الاثنين لحد يوم الاربعاء، عن الدين والدوله والمجتمع. وبالنسبه للتفصيل عن هذا الموضوع، عن الفكر الجمهوري وما يراد له في السودان، تفصيلا عن هذا الفكر سنتحدث عنه غدا ان شاء الله تعالى في البرنامج المباشر الذي ياتيكم عبر قناه طيبه، الدين والحياة. سنتحدث إن شاء الله تعالى عن الفكر الجمهوري، فتابعونا إن شاء الله تعالى حتى نفصل في اللقاء غدا إن شاء الله. لكن الذي أريد أن أنوه إليه أنه حضور رئيس مجلس الوزراء وعين الدولة بهذا الحزب من دون وفكره لا يأتي من فراغ، وإنما يأتي من تبني يعني دوائر استخباراتية للفكر الجمهوري، ومحاولة زرعه من جديد في السودان، ومحاولة الإقناع العام بجدوى هذا الفكر البائس الذي لا يمكن للإنسان، لأي إنسان أعطاه الله تعالى الفطرة، فطرة الإسلام، إنه هو ينخدع بمثل أفكار محمد طه، يعني الذي الحمد لله عز وجل خلص السودانيين من شره بقتله على الردة في المحكمة التي في عهد جعفر المنير رحمه الله. فهذا الفكر، مع انه هو فكر يعني بائس و يعني وتافه جدا، لا يمكن لإنسان أن يقبل مثل هذا الفكر أو أن يعني ينشغل به يعني. لكن ماذا تفعل مع هذه الطغمة الحاكمة التي تحاول أن تسوق للمرء البائسة البائدة المتخلفة التي لا علاقة لها يعني بكرامة الإنسان ولا بحق الإنسان، قد رمى هو يعني العلاقة بالخرافات التي نسجها الشيطان وأغوى بها هؤلاء. أيضا قبل أن أتحدث عن الموضوع الرئيسي، أشير إلى الوقفة الاحتجاجية التي وقفها أهالي المعتقلين يوم الأربعاء لإطلاق سراحهم. يعني هذه الوقفة لا بد من التعليق عليها، لأن هناك مأساة كبيرة حاصلة بالنسبة للاعتقال التعسفي لهؤلاء.
الذين لم يحقق معهم ولم يقدموا إلى أي محاكمات، يعني ليس هناك أي محاكمات، ويعني كل ما يعني تمديد يعني فترة الاعتقال لهؤلاء. يعني بعضهم انتقل إلى كوبر، إلى سجن الهدى، وحدثني بعضهم إنه ما جلس معه أصلا، يعني ما فتح معه أي كلام فيما يتعلق بالجريمة التي من أجلها اعتقل هذه الفترة كلها، شهور متطاولة وتمديد في باسم النيابة العامة وباسم الشرطة، أكبر عنوان على أن هذه الحكومة حكومة ظالمة باغية معتدية، يجب أن ترحل في أقرب وقت، نسأل الله عز وجل أنه يعجل برحيلها. طب خلونا نتكلم الآن عن كلام يعني محمد حمدان، الفريق محمد حمدان دقلو النائب الثاني، في تصريحات الفريق حميدتي، قال بأنه دايرين فترة انتقالية 10 سنوات يفصلوها على كيفهم. الناس دي طبعا هم ناس حكومة قحط اللي هم شركائهم في الحكم، وقال احنا كده ما عملنا حاجة، يعني هم جايبين تمكين، بدلوا تمكين بتمكين. ليه؟ لأنهم فئة قليلة وعندنا إثباتات ومستندات تفضح الناس دي في عملية التمكين. طبعا المعلومتين اللتين ذكرهما الفريق حميتي بالنسبة لنا ليست جديدة، لكن أهميتها في أن هذا نائب رئيس مجلس هذا، وتصريحه مهم جدا، لأنه يعني المسألة ليست تكهنات، وإنما هذه إذا معلومة أكيدة. أولا كون نية هؤلاء إنهم هم عايزين يمطوا في الفترة الانتقالية عشان يوصلوها سنوات، الكلام ده تكلمنا به كثيرا، وغير أيضا تكلم بالموضوع ده، الدكتور محمد الجزولي تكلم في هذا الموضوع في يعني مقطع أيضا لبعض الناشطين والسياسيين، تحدثوا بصراحة إن هؤلاء الناس لا يريدون فترة انتقالية، وإنما يريدون تمكينا لمدة 10 سنوات. كلمة 10 سنوات دي هذه يعني معلومة أكيد، اليوم يؤكدها الفريق التي في هذا اللقاء المفتوح، إن هؤلاء الناس لا يريدون انتقالية بمعنى الفترة محددة عشان يهيئوا الجو للانتخابات ولديمقراطية حقيقية، وإنما هؤلاء الناس عايزين يمطوا في الفترة الانتقالية عشان يوصلوها 10 سنوات. طيب بياتوا منطق، يعني بياتوا منطق هؤلاء الناس يفكروا في أن هم يمطوا الحكاية لمحد 10 سنوات؟ هل لأنهم ناس نجحوا في ملف من الملفات؟ هل لأن هؤلاء الناس يعني الناس مبسوطين منهم؟ يعني ما هو المبرر قضية إن هم يفكروا إنه يمطوا الفترة الانتقالية ل10 سنوات؟ هؤلاء هذا ده دليل واضح جدا على أن الموجودة دي هي فئة مستبدة، يعني تمارس الدكتاتورية الآن باسم الديمقراطية وباسم الحرية، وهذه الفئة نحن يعني نعلم سلفا عندما جاءت إلى الحكم وعقدت هذه الصفقة مع المجلس العسكري، أنها إذا وجدت الحكم أنها ستتشبث بهذا الحكم، ولن تدع هذا الحكم يعني إلا بالقوة، إلا بالقوة، إلا أن ينزع منهم الأمر نزعا. الفئة الشيوعية والفئة اليسارية هذه لا يؤمنون أصلا بشيء اسمه الديمقراطية، يعني هم لا يؤمنون على الحقيقة، متى الشيوعية جاءت بالديمقراطية أصلا في تاريخها؟ يعني فهؤلاء ما عندهم، زي ما قال الفريق، قال الناس ديل بيدعوا بأنهم طلعوا من الحكومة وهم قاعدين في الحكومة، وبعدين بيمارسوا يوميا مسألة العزل والإقصاء للكفاءات الموجودة في الدولة بحجة الكوزنة أو أنهم هم من النظام السابق عشان هم يجيبوا كوادرهم البائسة الفاشلة. فإذا القضية وما فيها معلومتان، يعني المعلومتان
معروفتان بالنسبة لنا سلفا، لكن كون انه الحميتي يتكلم انه الناس زي ماشيين ل10 سنوات، هذا يدق ناقوس الخطر للشعب السوداني، ان الفئة المستبدة هذه لا حل امام الشعب السوداني الا بالثورة عليها والا باقتلاعها والتخلص منها. والشعب السوداني باذن الله عز وجل اذا وقف صفا واحدا فانه قادر على يتخلص من هؤلاء اللصوص والسراق لمجهود الشعب السوداني والتخلص منه. وهذه المسألة تتطلب حركة وعملا. طيب، التصريح الثاني في ذات السياق، والتصريح ده طبعا بيدين حميدتي، اوريكم كيف بيدين حميدتي. قال القياديين من قوى الحرية والتغيير في 11 ابريل من العام الماضي جو بركوا ليه، لانهم ما قادرين يطلعوا الشارع. اثنين من قيادات حكومة قحط في 11 أبريل الماضي جو لحميتي وبركوا له، وقالوا له نحن ما قادرين نطلع الشارع، يعني لازم تقيفوا معانا. قال حس الناس دي لما الهوا ضربهم قالوا يعني دايرين يديروا البلد بيفهمهم هم يعني. طيب، أيضا هذا تصريح مهم جدا، على أنه قيادات حكومة قحط تستجدي العسكريين وتقدم لهم بعض مطالبهم في سبيل البقاء في كراسي الحكم، لأنهم الآن أفلسوا. وكلام حمدوك اللي هو كان الليلة في بعض الصحف إنه بيحذر شركاء الحكم بأن الشارع يتململ وأنه الشارع يعني سينفجر تماما. إذا الناس دي ما عندهم، ليس لهم رصيد شعبي. هؤلاء الناس يعني تأكدوا تماما أن الشارع الآن يلفظهم ويحاول التخلص منهم. فإلى من يلجؤون الآن؟ إلى بماذا يحتمون الآن؟ يحتمون بالعسكر. طب الكلام ده ما بيدينك أنت يا حميدتي، أنت والبرهان، لأنكم أنتم الآن بتستغلوا إفلاس الناس ديل ويعني عدم وقوف الشارع مع الناس ديل في نفخ الروح فيهم، بتساوموهم انتم، بتبتزوهم عشان تحصلوا على بعض المكاسب لكم انتم ايضا في البقاء في الحكم. فانت لست مبرئا، هذا الكلام بيدينك انت. انتم اللي كنتوا بتكفلوا الكباري قدام الناس وقدام المظاهر المحتجين في الجمع وغير الجمع. الكباري دي فلو انتوا في الكباري، زي ما مجلس الوزراء حمد بيدي توجيه لمنع المتظاهرين ان يصلوا ويتجمعوا في مكان معين، انتم ايضا شركاء في منع الشارع انه يتحرك. فهذا الكلام بيدينكم انتم. فاذا العمليه وما فيها انه اي شركاء الحكم جميعا الموجودين حاليا سواء في السياده او في حكومه قحط شركاء متشاكسون. الحكومة قحط تربص يعني بتمديد الفترة الانتقالية، يعني لن يحلم الشعب السوداني بحرية حقيقية، لن يحلم بتداول للسلطة حقيقي. يريدون التمكن من أجل يعني القيام المظالم التي نراها اليوم، من الفصل التعسفي، من الدين البديل، من يعني من 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 الاعتقال يعني المتطاول بالنسبة للمعارضة السياسية. ولكن نحن على يقين إن شاء الله تعالى أن الشعب السوداني الذي تخلص من الاستبداد السابق هو قادر على أن يتخلص من هذا الاستبداد الذي هو أو الذي هو أدنى بمراحل من الاستبداد السابق. ويعني ونحن إن شاء الله تعالى على موعد مع يعني التحرر من استبداد وديكتاتورية حكومة قحط وشركائها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك قريبا، وأجدد يعني أننا سنكون على موعد مع الحديث عن الفكر الجمهوري وما يراد لهذا الفكر في السودان غدا إن شاء الله تعالى، يعني في الساعة 3:30 بتوقيت السودان على قناة طيبة وعلى صفحتنا إن شاء الله تعالى.
أسأل الله عز وجل أن يولي على أهل السودان خيارهم وأن يجنبهم شرارهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا كل بلاء وكل غلاء. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.